هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتوجه رئيس مجلس النواب باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية بهذه المناسبة. تحتفل مصر والعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها في الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات. فباسمكم جميعاً وباسمي نتوجه بخالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية وللقيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وكل عام وأنتم بخير.